قال انه الفيصلي ممنوع ان يخسر. انا ما سمعت انه هيك بنحكى من اي بني ادم بس يعني لا يخسر ممنوع ان يخسر. الاجابه ممنوع يخسر، انا بقول لك انه ممنوع يخسر. انا من محبتي للفيصلي ما بحب انه الفيصلي يخسر. طيب لماذا لا يتقبل يخسر الخساره في حال خسر؟ لا بالعكس، احنا بنتقبل الخساره، بنخسر بنطلع بنسلم على الفريق المنافس، بنسلم على رئيس الفريق المنافس بكل روح رياضيه وبنطلع. ابدا ما في يعني ما في اي جرح اذا احنا خسرنا او ربحنا. لماذا جمهور النادي الفيصلي لا يتقبل الخساره في حال حصلت؟ يصير كل جمهور متعصب لنادي او بحب نادي انه يكون في المقدمه، فانا بالتالي بزعل لما اخسر. حتى انا شخصيا بزعل لما اخسر.